مرحبا بكم في سيملس 2023. أنا مريم، أنضم إليكم اليوم من جناح N42. ينضم إلينا اليوم ضيف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ شريف شعلان. أهلا وسهلا أستاذ شريف. ممكن بس خبرنا أكثر عن شركتك ومجال الشركة اللي تعمل فيها؟ طبعا إحنا Bionad.ai. إحنا ببساطة نساعد المؤسسات خصوصا المالية إن هي يبقى عندها إطار للحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام. فإحنا بنقدم أوتوميشن وكمان على البروسيس والبيبل سايد. We offer a managed practice for GRC. To help the organizations اللي هي مش بس تاخد قرارات أحسن، لا كمان تسهل ال reporting لل sensitive regulatory reports. طيب وكيف كانت تجربتك في المؤتمر إلى الآن يعني؟ والله ظريفة يعني، هو طبعا مؤتمر كبير يعني. بغض النظر عن هو المتاعب شوية يعني، واحد محتاج يعني مجهود كبير عشان يغطي عشان يقدر، عشان الحمد لله في يومين حتى. الحمد لله على نعمة يعني. طيب وإيش سبب زيارتك للمؤتمر كله والمشاركة؟ إحنا معارضين هنا في المؤتمر، وطبعا التقينا بشركات كتير و يعني مؤسسات كتير. وأحدها يعني الـ Go Test Pro. يس. والنكست كويشن اللي هو يعني بعد الديمو اللي جوتس برو، ايش انطباعك عنه يعني؟ طبعا يعني اتس ان اميزنج ايديا يعني، ا لوت اوف تايم اند ايفورت سيفنج تو سيف يعني التستنج اند كواليتي اشورنس تيمز تو اوتوميت يعني موست اوف ذير جوبز اند ميك ذير لايف ايزير اند ذير موست افيشنت ايفورت. طبعا يعني نو برينر يعني، it's not an option anymore to have a manual testing. You need to have an automation. And I'm coming from we build software every we have a release every very often. So احنا we know what it takes to really test, and if you don't test it well how it fire back. Exactly صح. But no brainer يعني you have to have an automation. The thing is, what I really find it as a challenging, and I really like the idea of having this kind of generative AI model to summarize the test results and make a very semantic and contextual understanding of this those tests, to make it not just a bunch of logs. It should be more than like a insights, actionable insights. I really like the idea, and good luck. Thank you so much, Mr. Sharif, for your time. Thank you. Shukran.